يعطيكم العافية، رحب فيكم في نظام البي اف اس. عندنا السيف الخليجي من تراثنا القديم، راح نوريكم بعض المهارات اللي صممناها تكون مقاربة للتراث القديم، راح نقدمها لكم في فن السيف. مثل ما شفنا مساء الفيديو ان جاسم كخصم او كشريك معاي في التدريب، اثناء يعني بطلع السيف اني ببارزه او اني بضربه بالسيف، منعني من الثنتين بهذه الطريقه، منعني، فبالتالي ماني قادر اطلع السيف من الغمد، كذلك ممكن يسدد لي لكمات بيد ثاني جاسم، او انه ممكن يدخل ايده يسوي لي خنق او يعتدي علي او ينزلني يخلي الغتره تمنع الرؤيه عندي، يعني ممكن ينزل غتره وتمنع الرؤيه عندي ما اقدر اشوف، فبالتالي يقدر يطلع السيف او الخنجر وسدده لي. في هذا الحال ايش راح اسوي؟ اذا منعني اللي راح اسويه ما اقدر اطلع السيف، فانا راح ارجع بالغمد للخلف. ريلي هذا راح استخدمها بحيث اني ارجع للخلف بالغمد، لكن راح اخذ زاويه بهالطريقه. طلعت الحين السيف انا بهالطريقه، الحين صار عندي انا وضع افضل منه. لاي دفاع او اي اعتداء الحين خلاص السيف عندي بلوك. راح احط طرف السيف هني وراح اخذ خطوه من هني بالرين زاويه واسوي له قط في منطقه الاضلاع. هذه الطريقه. من هني الحين اقدر اكمل على الخصم بحيث اني اضرب السيف فوق عند الراس على الهامه او الرقبه، او اذا ابي مثلا الذراع اذا ما بتبذيه وبطيح السيف انه اذا يحاول انه ياخذه، او اني ادفعه بريولي واخذ خصم عني طريقه بحيث اني ابعد الخصم. هذه تعتبر من الطرق الحربيه القديمه في استخدام السيف. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقه، يعطيكم العافيه.